السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني. النهاردة هنعمل مع بعض غدا سهل ولذيذ. هنعمل كباب حلة بس على طريقتي. دلوقتي انا حطيت طاسة على النار او حلة وايا كان، وحطيت فيها مادة دهنية بسيطة، وهنزل فيها باللحمة متقطعة مكعبات صغيرة. فيها صدمة كده، ودلوقتي اهو طلعت العصارة بتاعتها. ده مش دم، دي العصارة بتاعتها. تمام، مدام كده يبقى احنا كده ماشيين مظبوط. وغيرت لونها اهو، هنقلبها كده. ما نقلبهاش غير لما تطلع العصارة بتاعتها علشان فايدتها تفضل فيها. تمام، ودلوقتي انا هحط كده رشة من الفلفل الاسود، دلوقتي اتشوحت اهي. تمام، عايزه اقول لكم الحتتين دول ما كانوش دهن، دول حلويات وشكلهم باين اهو اول ما اتحطوا على النار. الدهون مش بتبقى بالشكل ده لما بتنزل على النار. تمام، ان شاء الله هبقى افرق لكم بعد كده بين الحلويات اللي بيحطها الجزار في قطعيه اللحمه وبين الدهون. هسيبها تتشوح كده شوية وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. ودلوقتي بصوا الصوص اللي نزل منها، اعمل زي صوص الديماجلاس كده. ان شاء الله بعد كده هبقى اعمل لكم اللحمة بصوص الديماجلاس. دلوقتي بقى هنزل بالبصل، فرمة كده بصلتين كبار معايا. ودلوقتي انا نزلت بالبصل اهو. كمية البصل في كباب الحلة بتكون كتيرة علشان كباب الحلة يطلع معاكي حلو ولذيذ. ده بصل احمر، محتاجة تعمليه ببصل ابيض مفيش مشكلة الا عندك. دلوقتي انا هسيب البصل يدبل. تمام، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه تاني. ودلوقتي اهو البصل دبل معانا، نقلب كده. لحد دلوقتي انا حطيت رشة من الفلفل الاسود بس، ما حطيتش اي توابل تاني. تمام، هنزل بقى بمعلقة من الثوم المفروم. اهو معلقه صغيره كده من التوم المفروم، تدي معايا تيست حلو قوي. اول ما تطلع ريحتها هنشوف هنعمل ايه تاني، ونشوح كده التوم مع اللحمه والبصل علشان تديني طعم وريحه حلوين جدا. اهو بالشكل ده. الطريقه دي ماما كانت بتعملها وانا بحبها جدا، فاحنا متربيين على الطريقه دي. كل واحد طبعا وبيبقى ليه طريقته في كل اكلاته، زي ما بنقول كده الاكل ايه، مزاج. ودلوقتي اهو التوم بيتشوح مع البصل، وزي ما قلنا اول ما شم ريحته هنحط الصوص بتاعنا او الصلصة او الطماطم اللي احنا عاملينها في الخلاط. لازم الطماطم بتاعت كباب الحلة تكون فريش.
ما ينفعش تعملي بصلصة جاهزة. تمام، دلوقتي مقطعة فلفلاية كده صغيرة. بسم الله، وهشوحها كده، هخليها كده تدبل حاجة بسيطة. وزي ما قلنا الاكل ده اذواق، احنا بس يا دوب بندي فكرة، لو حد مش متعلم الطبخ خالص يتعلم، لو حد تايه عنه فكرة معينة ياخدها منا. تمام كده، هنسيبه بقى يدبل وبعد كده هنشوف نعمل ايه تاني. ودلوقتي اهو المكونات كلها دبلت معايا. تمام، هنزل بقى كده بعصير الطماطم يكون مركز كده. بسم الله، احنا لحد دلوقتي حطينا فلفل اسود بس. تمام، عايزه تحطي قرفه حطي، انا مش حابه احط قرفه النهارده فمش هحط. بصوا بقى، انا حطيت اهو الطماطم. تمام، هسيبها بقى تتسبك مع بعضها وكده اللحمه هتستوي فيها. تمام، هغلي ميه جنبي بحيث ان اول ما تنقص الصوص بتاعها ازوده ميه مغليه علشان اللحمه تستوي معايا كويس. تمام، زي ما انتم شايفين كده الصوص تقيل جدا اهو. دي طماطم مركزه، هسيبها بقى تتسبك وبعد كده، وزي ما قلت لكم هسويها واحده بكوباية مية مغلية، ما ينفعش تحطي مية ساقعة. تمام، علشان اللحمة ما تجلدش معاكي وتستوي بسرعة. وبرضو ما حطناش ملح، لما تقرب تستوي نبقى نحط الملح. ودلوقتي اهو الطماطم اتسبكت زي ما انتم شايفين. بصوا شايفين الجمال والحلاوة، ريحتها جميلة ما شاء الله اهو. طبعا احنا شايفين تقيلة، الصوص بتاعنا تقيل اهو. انا غليت مية زي ما قلت لكم، وهنزل كده واحدة واحدة بكوباية. بسم الله، ونخليها تستوي براحتها خالص. اهو بالشكل ده، دول كده كوبايتين. تمام، هسيبها بقى تستوي، ولما الصوص يقل برضو هزودها برضو واحدة واحدة. هرجع لكم بقى بعد ما تستوي. ودي كانت سفرتي النهارده اهي. بصوا، وده كباب الحله، بطاطسايه كده قطعتها قطع صغيره جدا مع كوستين كان نفسي فيهم، فسويتهم يعني بعد ما اللحمه يعني دخلت في السوى، رميت بطاطسايه والكوستين اللي بقول لكم عليهم. تمام، وعملت جنبهم رز كده بشعريه، وده طبق كوسه بالبطاطس برضو ومع اللحمه اللي بقول لكم عليهم، وسلطة خضراء. بألف هنا وشفا. وده كان كباب الحلة معانا. اتمنى يكون عجبكم، واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد. ودي تعتبر كده سفرة رمضانية جميلة، افطار جميل على رمضان بأقل التكاليف وبإمكانيات بسيطة جدا جدا جدا. وبألف هنا وشفا، كل سنة وانتم طيبين. يلا السلام عليكم. قبل ما اقفل الفيديو عايزه اقول لماما كل سنه وانت طيبه يا حبيبه قلبي، ربنا يخليكي ليا وما يحرمنيش منك ابدا، واشوفك دايما بخير وصحه وعافيه، وكل سنه وانت طيبه، وربنا يعود عليا وعليكي وعلى الناس كلها ان شاء الله رمضان بالخير،
وربنا يديك الصحة ويشفيك إن شاء الله يا حبيبة قلبي. يلا السلام عليكم.